أهلا بكم من جديد. شهد معدل نمو الثروات الخاصة في البحرين زيادة ملحوظة خلال العام الماضي بنسبة 3.9% مع ارتفاع حجم الثروات الخاصة في المملكة لتبلغ حوالي 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب تقرير جديد أعدته مجموعة بوستن كونسلتنج جروب حمل عنوان الثروة العالمية 2017 تحويل تجربة العملاء، من المتوقع أن يرتفع النمو الإجمالي للثروة في البحرين بشكل ثابت إلى 4.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتوقع التقرير أن تكون الأسهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7%، والنقد والودائع النقدية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3% من المساهمين الرئيسيين في هذا النمو على مدى السنوات الخمس القادمة. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا، أحد مصاهر الألمنيوم الدولية ومقرها مملكة البحرين، عن بدء الأعمال الإنشائية بموقع مشروع خط الصهر السادس للتوسع الحيوي، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2017، وذلك بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. ويغطي مشروع خط الصهر السادس للتوسعة ما مساحته 60 هكتارا تقريبا، وقد تم منح أعمال الحفر والردب في خط الصهر السادس لمجموعة من شركات المقاولات البحرينية. وفي هذا السياق عبر رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة عن سعادته بمنح عقود أعمال حفر الموقع لشركات مقاولات بحرينية، وذلك لما يتيحه ذلك من دعم للأعمال والأنشطة التجارية المحلية. ومن المتوقع استكمال الأعمال الأرضية في مشروع خط الصهر السادس للتوسعة مع نهاية شهر سبتمبر القادم. أظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مصرف البحرين المركزي ارتفاع إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار بنسبة 1.34% بنهاية الربع الأخير من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه. وبلغ إجمالي المبالغ المستثمرة في هذه الصناديق نحو 7.55 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 100 مليون دولار قياسا بقرابة 7.45 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2015، في حين تراجع إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأخير من العام 2016 بمقدار 41.4 مليون دولار، أي ما نسبته 0.55% قياسا بنحو 7.59 مليار دولار في الربع الثالث من 2016. أكد منظمون لحملات الحج والعمرة وجود ارتفاع كبير على أعداد المعتمرين البحرينيين خلال شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى وجود أسعار خاصة بالشهر الفضيل رغم أنها ترتفع في العشر الأواخر من شهر رمضان. بدأت الحملة بالرحلات الأولى، الرحلة الأولى والثانية بتسعين دينار للفرد، وذلك لمدة خمسة أيام. وفي الفترة الأخيرة في عشر الأواخر تتفاوت الأسعار من بين 90 إلى 250 دينار. فالعشر الأواخر ب 150 دينار للرباعية إلى 250 للثنائية. في عشر الأواخر أيضا الأسعار تتفاوت بين خمسة الأولية والعشرة أيام الأخيرة. لكن فضل الله سبحانه وتعالى قدرنا بحكم خبرتنا احنا في العمل من سنوات تقريبا 28 سنة ان يكون هناك اتفاقيات دائما نعملها مع بعض الفنادق في او غالبية الفنادق في منطقة في مكة المكرمة، وبناء عليه على حسب السنوات السفرات اللي راحت في العمرة والحج هناك اتفاقيات الان صارت مع الفنادق، وأيضا يعني هناك أسعار خاصة لحملة السلام دائما نستفيد منها. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نعم.
نواصل النشرة مشاهدينا مع استعراض أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أقلقت جميع البورصات على انخفاضات متفاوتة باستثناء السوق المالية السعودية وسوق دبي المالي، حيث كانت السوق المالية السعودية الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم بإغلاقها عند مستوى 7049 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 2.45%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 3458 نقطة ارتفاعا بلغت نسبته 0.41%. أما بالنسبة لبورصة قطر فقد أغلقت عند مستوى 9069 نقطة بانخفاض كانت نسبته 1.29%، وكانت الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. ونأتي إلى بورصة البحرين، فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1316 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.50%. وقد تداول المستثمرون 2.45 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 491.2 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 51 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الصناعة والذي بلغت قيمة أسهمه ما نسبته 46% من القيمة الإجمالية للتداول. في خبر آخر، بلغ السعر المعروض للريال القطري مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تعاني فيه الدوحة من صعوبات جراء عزلتها، وعزى مصرفيون ذلك إلى شح السيولة في سوق العملة. وعرض الريال المثبت رسميا عند 3.64 ريال للدولار منذ 2001 بسعر 3.6680 منذ قطعت دول خليجية وعربية وإسلامية علاقتها مع الدوحة في 5 من يونيو الجاري. هذا وكانت الانخفاضات السابقة للريال القطري لا تستمر لأكثر من يوم واحد في العادة، ولكن في هذه المرة سجلت العملة القطرية ضعفا كبيرا عن سعر الربط لأسبوعين. وقال مصرفيون أن التقلبات تبدو ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية ضد قطر على التعاملات بين البنوك.